اهلا وسهلا بالضيوف الكرام. لو تعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم باست موطئ القدم واعلنت بلسان الحال قائله اهلا وسهلا باهل العلم والكرم. من هنا ينبعث الضياء وهي تشرق كالشمس، وموكب الحياة يسير بنا مسرعاً عبر الخطوط الصباح الفضية، وتهب الرياح الدافئة وتمطر الأيام وتنشر عبق الحروف التي تشكل مجموعة آفاق عربية. كما يشرفنا ويرأس حفلنا هذا المتواضع الدكتور القس سامي شحاتة، عميد الكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية. كما يشرفنا الدكتور ماجد يني، المدير العام لمؤسسة الرعاية الأسقفية. كما يشرفنا بالحضور من جامعة اسكندرية الدكتور محمد هلال، عميد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية. الأستاذة الدكتورة فاتن، عميد كلية التربية النوعية بالاسكندرية. الأستاذ الدكتور أحمد حسين، وكيل كلية الفنون الجميلة. الأستاذ أحمد قدري، أستاذ التصوير والرسم بكلية التربية النوعية. ومن سفارة أمريكا نائب القنصل الأمريكي ومدير قسم السياسة والاقتصاد بالسفارة مستر جون وينستيد، ومن السفارة البريطانية مسؤول الاقتصاد والسياسة بالقنصلية البريطانية الأستاذة أسماء فريج، ومن مكتب مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة فرع الإسكندرية الأستاذة دانيال قطان والأستاذة هدير شادي، ومدير عام المنتدى المصري الدولي للحوار والتعددية الدكتورة غادة غريب، ومن وزارة التخطيط مدير عام وزارة التخطيط بالإقليم الإسكندرية الدكتورة سوزان سليمان الهواري، ومن الجمعيات الأهلية الشريك الأول للخدمة مع مركز أركان جمعية كاريتاس مصر وجمعية فرصة أمل، ومن وزارة الثقافة الأستاذة سلوى عبد الله مدير عام قصر الصقالة القباري والأستاذ محمود قطب، وممثلي كل من الجرائد المصرية التالية: الإهرام المسائي، والإسبوع، روزا اليوسف، الاقتصاد والأعمال، المصري اليوم، فيتو، الموانئ الإخبارية، كاتبة الإسكندرية وأخبار أليكس، جريدة المدى مصر، جريدة الراية الدولية. فليتفضل الدكتور سامي شحاتة، عميد الكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، فليتفضل مشكورا. أصحاب المقام الرفيع، السادة السياسيون من القنصلية الأمريكية، القنصلية البريطانية، مفوضية الأمم المتحدة، المنتدى المصري، وزارة التخطيط، وزارة الثقافة، جمعية كاريتاس، الزملاء الشيوخ، القساوسة، السيدات والسادة، إنه من دواعي فخري وسروري أن أرحب بكم اليوم في كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالأسكندرية. نشكركم لتشريفكم لنا في هذه الأمسية، ونحن نمنح شهادات تخرج لعدد كبير من الدارسين بمركز أركان. الحاصلون على الشهادات من الشباب المصريين مسلمين ومسيحيين، وأيضا من دول عربية متعددة كالعراق وسوريا واليمن والسودان. تقدم كاتدرائية القديس مرقس من خلال مركزها الثقافي دراسات في شراكة مع جمعية كاريتاس ومفوضية الأمم المتحدة لمساعدة الشباب من دول عربية مختلفة في صناعة الميديا، من إعداد فيلم قصير، تصوير احترافي، إعداد برامج تلفزيونية، فوتوشوب، مونتاج، تسويق إلكتروني، وأيضا دراسات ثقافية تشمل دراسة الأداء الصوتي وكتابة السيناريو
وورش احتراف الكتابة وفنون تشكيلية. الوصية العظمى في الكتاب المقدس هي محبة الله والقريب. وعندما سئل السيد المسيح عن من هو قريبي، أجاب بمثل عن رجل مسافر هجمه لصوص وسرقوه وجرحوه وتركوه بين حي وميت. مر عليه كاهن ولاوي ولم يحاول أن يساعده، ولكن مر شخص غريب الجنس ضمد جراحه وأخذه إلى فندق وأوصى صاحب الفندق أن يعتني به حتى عودته. من هو قريبي؟ قريبي ليس فرد من أفراد عائلتي أو من يتبع ديانتي أو من أبناء الوطن، وليس فقط من يقدم لي المحبة، ولكن قريبي يمكن أن يكون شخص غريب عني تماماً. فالقريب والجار هو إنسان مثلي خلقه الله. رسالتنا لا تقتصر على الأمور الروحية فقط، بل تشمل المساهمة الفعالة لبناء الإنسان. محبة القريب محبة مكلفة. القريب يمكن أن يختلف عني في الديانة أو العقيدة، لكن مصدر المحبة هو محبة الله. محبة القريب والجار واضحة في معاملة الجار بعدل ومساواة ومشاركته في كل نواحي الحياة. من هو قريبي؟ هو المسلم، هو جاري وصديقي وأخي. وبهذا فإن اللقاءات والأنشطة المشتركة ضرورة حضارية لا غنى عنها. إن التطور في اللقاءات على المستوى الثقافي قادر على معالجة الكثير من المشكلات المجتمعية لتزايد الثقة المتبادلة والتغلب على أزمة الخوف. نحتاج إلى المزيد من البرامج التي تستهدف تنمية الوعي بالآخر وغرس قيم التسامح وقبول الآخر. تهدف كاتدرائية القديس مرقس من خلال مركزها الثقافي أن تساهم مساهمة فعالة في بناء مستقبل للشباب في مدينة الأسكندرية، وتشارك مشاركة فعالة في لقاءات ثقافية تجمع كل من يريد أن يساهم في مناخ من الود والمحبة وقبول الآخر. لكي نصنع المستقبل يجب أن نفتخر ونتمسك بماضينا ونغير حاضرنا بالعمل الجاد والرؤية المستقبلية الواقعية البناءة. شريحة الشباب في المجتمع هي أكثر الشرائح تأثراً وتأثيراً والأكثر حماساً وإصراراً على صناعة التغيير من خلال المشاركة والتفاعل الإيجابي، وتساهم في إحداث تغيير اجتماعي وسياسي وثقافي. للشباب دور كبير في النهوض بمستقبلهم بالطموح والتحرر من الأفكار الجامدة واستغلال الفرص السانحة وملازمة الوسائل الناجحة ليتعلموا كيف يكونوا منتجين من خلال العمل الجاد وإدراك أن مستقبلهم مرهون بجهدهم. ما يتحقق فعلياً من خلال التدريب والتعليم النظري والعملي أن يدرك كل شاب وشابة أن مستقبله في يده، فحياتك هي المشروع والصورة التي ستكون عليها بعد 10 سنوات. أنت تصنعها بنفسك، فأنت المسؤول الأول عنها. الطموح أن لا تكتفي، ولكن دائماً عندك الرغبة في الازدياد المستمر. أختم كلمة الترحيب بحضراتكم بتمنياتي القلبية لكل الشباب الخريجين اليوم بالنجاح والازدهار وتحقيق المزيد من النجاحات في حياتهم العملية لصنع مستقبل مثمر. أتقدم بالشكر إلى كل من شارك وساهم وحضر اليوم في حفل تخريج الدفعة الثانية لمركز أركان. أشكر بصفة خاصة الوزارات والهيئات والقنصليات، كل من ساهم في التخطيط والإعداد والتنظيم للقاء اليوم، وأخص بالشكر الدكتور ماجد يني المدير العام لمؤسسة الرعاية الأسقفية والأستاذ نادر ونيس مدير مركز أركان للإبداع. شكراً لحضراتكم. إنه من الولاء والاحترام أن نشكر من كان ساعداً أيمن وذراعاً لا يكل وراء هذه الإنجازات، وكل من يعمل مع هذه الإدارة خلف كواليس التنمية والعطاء لمركز أركان للإبداع. فليتفضل مدربين العرب.
الأستاذ الدكتور محمد ناصر مدرب صناعة فيلم القصير، الدكتور حسين فتحي فهمي، المهندس راجي فؤاد مدرب 3 دي ماكس، الأستاذ أمير هاني مدرب تسويق الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي، الأستاذ محمد كمال الشرقاوي مدرب تسويق إلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي، الأستاذ عادل رجائي صناعة فيلم قصير، الأستاذ سامي لطفي مدرب فوتوشوب، الأستاذة جانيت عادل مدربة رسوم متحركة، الأستاذ المساعد بيشوي حبيب صبحي مدرب رسوم متحركة، الأستاذ مارتن سمير جورجوس مدرب مونتاج، الأستاذ المساعد فيولا ميلاد أندراوس لمدرب الإنتاج، ولا يخفى علينا أيضا إن في هذه المجموعة آفاق عربية، إبداعات في كافة الأنشطة، وما ذلك إلا ناجم عن تحطيم قيود الألم واستبدالها في خيوط الأمل. شهادات متدربين العرب: محمد عبود السالم تسويق إلكتروني فيلم قصير فوتوشوب، منار أحمد حشمي، زياد حامد أحمد، منى إسحاق داوود، أشرف أحمد سليمان، محمد ديب سواس، يحيى عبد الرحمن يحيى ماجي، أيمن إبراهيم الخباز، عمر أحمد جمعة، عوض داوود عبد الله، نجوى خالد إدريس، هويدا عابدين عبد الحفيظ، خليل علي عثمان، عامر قاضي كاشف، أنس محمد مفيد سباعي، نيرمين أيمن أسعد، هبة أيمن أسعد، مزاهر يحيى عبد الله، أيمن عبد الله النور عبد الله، دلبار عمر عثمان، ثورة منذر حلاج، عروبة منذر حلاج، بشار خالد الشبلي، صابر محمد حماد آدم، طلال يحيى أحمد القحطاني، هنية يحيى محمد القحطاني، ضياء طلال يحيى أحمد القحطاني، الصادق الصالح أحمد،
جبريل النور، محمد سامر عبد الكريم، حاتم عبد الرحمن الزين، ملك سلام القاضي، عبده يعقوب محمد، محمد آدم محمد فاشر، عماد السيد محمد عوض، تتفضل رقية عبد الكريم محمد، آدم شرف الدين محمد، فهد محمد سعيد المعلم، سلمان سليم الفواشي، صفيناز محمود كريم، محمد آدم زكريا أحمد، أحمد عبد عودي، نور الدين نشواتي،
اسم وانا اقول اسم. ممكن خمسة خمسة. ماشي سيدي. اخر اسماء تقول اسم. حاضر. خلصنا كمرة الحمد لله. هذا سئيل. فليتفضل الدكتور ماجد ياني المدير العام لمؤسسة الرعاية الأسقفية، فليتفضل مشكورا. مساء الخير دكتور القس سامي، الضيوف الكرام، ممثلي الهيئات الدبلوماسية والدولية والوزارات والمؤسسات المجتمع المدني، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في احتفال عظيم بحضوركم، كما يسعدني ويشرفني أني أكون وسط أبناتنا وأبنائنا من الشباب اللي هم هيبنوا إن شاء الله المستقبل. عندي أدي حضراتكم فكرة بسيطة عن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية. مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية هي المؤسسة اللي تقوم بالعمل الاجتماعي عن الزراعة الاجتماعي للكنيسة الأسقفية في مجالات التنمية، في مجالات التعليم الغير رسمي، في مجالات القروض الصغيرة، في مجالات متعددة. وأحد مجالات أو إحدى مجالات مؤسسة الرعاية الأسقفية هي مؤسسة أركان، اللي أنا بسعد النهاردة بحضور أحد احتفالاتها. يسعدني جداً إن أنا أكون وسطيكم، وعندي ثلاث ملحوظات صغيرين. أول حاجة، النهاردة أنا حسيت بالأمل في المستقبل، لأني الفنون والأداب والعلوم هي اللي بتصنع المستقبل، وأنا النهاردة شفت الفنون كويس قوي، فأنا النهاردة اطمأنيت. الملحوظة الثانية، الشباب من أبنائنا وبناتنا، أنا متفائل جداً بحضراتكم جميعاً من الشباب ومن الشيوخ اللي زيي برضو، يعني يمكن احنا كبرنا، لكن انا متفائل بالمستقبل، لاني لما بشوف الشباب وبشوف قد ايه الابداع والابتكار ده بيسعدني وبيديني امل في المستقبل. النقطة الثالثة اللي مدياني احساس سعيد، انه الكنيسة فتحت ابوابها لاستقبال كل الناس دون تمييز لعنصر او لجنس او لدين، لان كل اللي بيجمعنا هي المحبة. دي علامة جيدة جداً للمستقبل. فالمحبة، تعاوننا، أملنا في الشباب، الفنون والأداب، أكيد هنبني مستقبل باهر لكل واحد فينا ولكل دولنا. بتمنى إن شاء الله إنه العام الجاي يكون أحسن، ويكون الوطن العربي في حالة أحسن، وتكون إن شاء الله مصر في حالة أحسن، بيكم ومعكم ومعنا. في النهاية بشكر كل الشكر للأستاذ نادر، اللي من غيره كان ممكن كل ده ما يكونش موجود. وباسم مؤسسة الرعاية الأسقفية بقول له إن إحنا في منتهى السعادة بالنشاط ده، بس اشتغل أكتر، عايزين أكتر، وعايزين نمتد لأماكن أكتر إن شاء الله. بشكر حضرة الدكتور القسيس سامي لأنه فتح أبواب الكنيسة لاستقبال كل الناس والنشاط زي ده. بقدم شكر خاص لكل المدربين الحقيقة، لأن اللي عملوه، وكنت أتمنى أكون من المقيمين في اسكندرية عشان أتعلم، لكن أنا عايش في القاهرة، فهاجي أتعلم برضو إن شاء الله. بشكركم جدا وبتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح، ومن نجاح لنجاح، وبالفن والإبداع والفنون هنبني، وهنبني أحسن ومستقبل أحسن. أشكركم. شكرا للدكتور ماجد يني على هذا الكلام الطيب. والآن مع إدارة ورش الفوكاليز والسيناريو
ولتتفضل الآن الأستاذة مديرة ورشة الفوكاليز أميرة رمضان أنشد راوي. فليتفضل المدرب الأستاذ أحمد سعيد. والآن المتدربين في مجال الفوكاليز. فليتفضل سعد محمد سعد. فلتتفضل يارا محمد توفيق. فلتتفضل رضوى حجاز إسماعيل. مي رزق حسن. حسن السيد محمد. روان سامي إبراهيم. باسنيت سيد العربي. محمد صابر عبد الحميد محمد. داليا محمد الصعيدي. مريان بطرس كامل. آلاء عمرو محمود. هاني علي عبد المعطي. محمد جابر عاشور. سهيلة أحمد جلال. حسن حسن القبرصي. باسم بدر الدين صلاح إبراهيم. داليا حسن السيد. والآن مع أسماء ورشة كتابة السيناريو. المدرب رزق البغدادي اعتذر عن الحضور وله جزيل الشكر. فليتفضل من المتدربين محمد أنور عبد العال. مونيكا أشرف روماني. هشام رمضان إبراهيم. داليا محمد الصعيدي.
فلتتفضل الآن سنيرمين أسعد. اسمعني لاجئ، أرسم الوطن بقلمي بمخيلتي، أرسمه ضاحكاً مستبشراً، وأسأل قلبي وذاكرتي أن يعيدوني إلى ذاك الوطن، ذاك الوطن الذي بعثرت فيه ضحكاتي وتركت فيه روحاً وأملاً لا يموت. ساعدوني، ساعدوني أن أخرج حياً من آلام غربتي، ففي قلبي ألم لا يموت. في كل اسم لاجئ قالوه لي، في كل جنسية دعوني باسمها، في غربتي عرفوني باللاجئ، نظروا إلى لهجتي، إلى ملامحي، لم ينظروا يوما إلى أفكاري وطموحاتي. أعيدوني إلى موطني، فأنا لست سوى محض عابرة، أسموني ضيفة أو ادعوني بزائرة، ولكن قبل أن تعيدوني خذوا بيدي، فأنا أخاف، أخاف الحرب وصوت المدافع، أخاف الدمار وبكاء الأطفال، لذلك خذوا بيدي إلى موطني، إلى السلام. شكراً لنرمين أسعد على هذه الكلمات النابعة من قلبها لبلدها سوريا. والآن مع ورشة الكتابة فلتتفضل مديرة الورشة الأستاذة هبة فاروق. والآن أسماء المدربين الذين ساهموا في نشر هذه المعرفة: أفنان عمر محمد، داليا فاروق، ريم أبو الفضل، سارة محمد علي، سامح بسيوني، سامح محمد سكرمة، فاطمة محمد خلف، محمد حسني عبد القادر، منى الكيال، هند عبد السلام، متدربين ورشة الكتابة: أحمد صالح عبد اللطيف، أحمد عادل محمد، أشرف رمسيس، آلاء أشرف، آية السيد، حاتم عمر أبو جنيدة،
دينا محمد عبد اللطيف شعبان، رباب السنهوري، عبد الرحمن عصام، غادة رشاد محمد، كريم صالح، ماري شفيق عطالله، ماهر خلف متري، محمد عبد الحميد محمد، مريم بدر، نوال عادل محمد، هند عادل محمد، والآن مع ورشة إعداد برامج التلفزيون أمنية جابر حسن، محمد أيمن قطب، والآن قصيدة من الشعر لهبة أيمن أسعد، فلتتفضل. يا سامعي واللي خلق نعمة السمع، إنك هنا بين المخاليق سمعان، إحنا شباب الأفق اجتمعنا بوطننا، نلقي على مسامعكم وننشد بالأوطان، تجمعنا من كل صوب وصرنا آفاق للأعراب من غير أحزان، لابد شباب اليوم يجمع شملنا بالعلم والتفكير نعلي الشان، وعلى كثر ما تألمنا أملنا، وترى الفضل يا ناس لدار أركان.
والآن مع عارضي معارض فن بلا أسوار، فليتفضل الأستاذ فتحي بركات مدير قسم التصوير في أتيلي الإسكندرية، فليتفضل مشكورة. أمنية سعيد الجزار، فلتتفضل. رامي أحمد محمود غنيم. نشوى علي حسن. أحمد رجب عبد الفتاح. أحمد ربيع محمد شاهين. جولي جان عزيز. نورهان عاطف. محمد علاء أحمد علي. رضوى عباس إبراهيم. حمدي هشام محمد. سارة عادل السيد. إيمان صالح حسن دسوقي. آلاء عاطف عرفة مصطفى. غادة نبيل عشبة. أصالة الشحات. وفاء زغلول. أحمد الشرقاوي. أحمد محمد أحمد عبد المجيد. شيماء رأفت. عزة محمد محمد محمود. دعاء شعيب محمد زغزوق. آية فتحي بركات. شيرين هشام حمدي.
المهندس محمد سلامي، مريم محرم طه السيد، أحمد حسن غانم، أحمد عمر، حسناء محمود، خالد بقشيش، علي كمال، ماجدة بركات، محمد حسن، محمد فوزي، محسن قبطان، نهى المسيري، يحيى زويل، يحيى النوبي، خلود عبد المنعم، عايدة السيد علي، ليلى القوني، سارة حسن محمد،
لو سمحتوا نادي الكاميرا ما ينزلش بليز. اللي مشترك في نادي الكاميرا بتاع اتليه اسكندريه ما ينزلش، عايزين صوره كامله معهم. الباقي اتفضلوا، بس اتليه اسكندريه عايزين صوره معهم. أنا عايز أقدم اعتذار رسمي لأتليه اسكندرية لأن إحنا ما ذكرناهمش في الشكر الأول. ده غباء مني أنا وأنا بكتب، سامحوني، أنا واخد عليهم خالص، والناس عملوا شغل رائع جدا وشركاء يعني في الفن لا يعلى عليهم. والآن مع قصيدة للسلام لعزيز الفاتح، فلتتفضل. Let peace be in your heart for the one we're all apart. No matter what color or race or creed, we come from one source, the divine scared seed. Let love flow from one to another. Father and mother and sister and brother, the animals too and birds of the air. In love we're all made and in love we should share. The oceans and seas and trees growing tall. In love we're created and love to us call. Please curve us, treat us and know us with love. Let us all live together in peace and in love. والآن مع المجموعة الثانية من فن بلا أسوار، عرفات حسين سالم.
ولا علي محمد. هدير طارق عبد الباسط. ياسمين أحمد محمد. ياسمين سليمان جابر النحاس. شروق أحمد عبد القادر. ندى محمد أحمد عبد المجيد. منة الله صلاح محمد عبده. زينب عبد المنعم. مارينا مخلص جرجوس. ساندي سمير علي. أسماء علي موسى. هند شكري أبو رفيعة. هاجر محمد خميس شبكي. مصطفى محمد صبري ديب. نورهان فؤاد محمود. ريهام رجب. سارة أحمد عزام. أحمد عبد الرحمن. بسمة علي محمد البطراوي. شاهندة مكرم. يوسف السيد زيدان. سهام سامح أحمد. بسمة ممدوح إسماعيل. رفيدة أحمد محمود حسن. أميرة أحمد القزاز. نادر محمد أمين. ضحى حسن محمد مغربي.
سارة حسن محمد مغربي، مايكل مجدي رزق، سامية أحمد سعيد، أحمد الزلباني، محمود مصطفى أحمد أبو عنين، نائلة عطية، هبة بهجت، سارة زهير، سارة قدري، أمل ممدوح، هاجر ناصر، أسماء أبو المجد، وليتفضلوا الآن إدارة مركز أركان الإبداع. الأستاذة القديرة منال ونيس لوندي. الأستاذة القديرة جانيت عادل نسيم. الأستاذ القدير مارتن سمير جرجس. الأستاذ القديرة هاجر محمد سعد. الأستاذ القدير ماجد سعد إسحاق.
الأستاذة القديرة أستر حنا. نشكر حضراتكم جداً على تشريفكم، وحابب جداً أن الأستاذ نادر يكون بيطلع يقدم كلمة شكر خاصة، لأنه هو اللي رتب كل ده وهو اللي نظم كل الاحتفال. تفضل يا نادر. سلام. أنا مش عايز أكلمكم، أنا عايز أشكر ربنا أنه سمح لنا أن احنا نقعد مع بعض لحظات. عايز أشكره بجد على النعمة اللي أوجدها بينا. مش عايز أكلم كنتون، عايز أكلم ربنا أقول له أنت إله رائع أنك سمحت لنا نتقابل، أنت إله رائع أنك اديتنا فرصة نخدم بعض ونخدم الناس، أنت إله رائع أنك تجمع كل الكوادر دي والنفوس دي من كل بلادنا التعبانة. ما عنديش كلمة غير أني أشكر ربنا أنكم هنا في بيت الله، وأنكم قبلتوا تبقوا مع بعض. أملي فيكم أنكم تغيروا العالم العربي كله باللي بتتعلموا، واللي أنتوا عايزين تتعلموه تعالوا أركان اسألوا واشتغلوا وابنوا صحابكم في اسكندرية. أنا بشكر طبعا خطفت عمداء الكليات مرة واحدة، حقيقي مرسي جان ونستيد، أشكرك مع أنه يعني مش فاهمني بس آدم حيترجم له، شكرنا لي. كل شخصية تلمست معنا من كل قلبي بقول لكم أنتوا ناس روعة، وأتمنى أن كل مصر يتصرفوا زيكم. الله يحميكم ويكون معكم. سلام. شكرا جزيلا للأستاذ نادر ونيس. ولكل بداية نهاية، ولكل لقاء وداع، ولكن تبقى هذه الآفاق مشعة بلا نهاية وبلا وداع، حيث إن حزمة النور الساطع ليس لها نهاية، وإن غابت في الليل لابد أن يكون لها عودة، لابد أن يكون لها عودة في الصباح عندما يرسل الفجر سلام. خاتمة وليس ختام للنجاح، كان ذلك نموذجاً مبسطاً عن آفاق عربية لما أودعناه لكم من الحب والاحترام والسلام والإكرام. ولا نقول لكم وداعاً، ولكن لنا لقاء متجدد آخر كل عام وكل شهر، عطراً كما بدأناه بالسلام والوئام، ويتجدد لقاؤنا مع آفاق عربية. ومنا نحن خاصة لكم جزيل الشكر والتقدير، أحمد عبد الكبيسي، نور الدين محمد رشاد.